أنا رجل أعمال سعودي، كنت سافرت عدة دول موبوءة في كورونا، وعند وصولي مطار الرياض طبعا كان من الأفضل أني أنتقل للعزل منعا لنقل العدوى، وقلت بوصل سيارتي إسعافي إلى منتجع في الدرعية، وبعدها خيروني أبقى في المنتجع أو في فندق. فضلت فندق على حساب الدولة الله يجزيهم خير، فندق فخم جدا، فتعامل رائع جدا، اهتمام صحي كبير. هذا بوريكم أنا من الفندق الفيصلية، أي شيء، أي طلبات، أدوية، أنت في حاجة لرعاية طبية، اهتمام كبير جدا، وكله على حساب الدولة.